it's deplorable, and it's why the United States has ولهذا الولايات المتحدة been strongly supportive of دعمت بشكل قوي جهود الاتحاد الأوروبي وجهود التركية للتصدي لهذه الأزمة، ونحن نطري على التزام الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء وتركيا والذين أظهروا بأنهم يحاولون إيجاد استجابة منسقة لتدفق اللاجئين من سوريا ومن أمم أخرى. We've seen both the EU and Turkey. لقد رأينا كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا ملتزمين للتأكد من أن هؤلاء اللاجئين يعطون إمكانية الوصول للإجراءات القانونية من أجل احترام الحقوق وهذا هي أولوية قصوى للولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن نجد أيضا طريقة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية لهؤلاء الناس الذين في بعض الحالات تركوا وهجروا منازلهم من أجل الهروب من الأزمات إنسانية. فالولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مانح للمساعدة الإنسانية والإغاثة الإنسانية، ولكن في بعض الأحيان هنالك حوجة لتقديم مساعدات مباشرة لأولئك النازحين داخليا داخل سوريا، وهذا يعني أيضا توفير تقديم العون لدول أخرى مثل تركيا والتي تتحمل عبئا كبيرا عن طريق استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتقديم هذا الدعم. الاجتماع مع الأمين العام للناتو وما نتج عنه، ولا أعرف ما إذا كان هذا الموضوع قد تم التحدث عنه مع ما بين وزير الخارجية والأمين العام، ومن الصعب مقارنة هذين الوضعين وهروب اللاجئين من العنف في سوريا مع الوضع الذي نشهده في دول أخرى. ولكن هنالك أمر مشترك هو التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحماية الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق الناس الذين يهربون من العنف في بلادهم. الولايات المتحدة الأمريكية وفرنا إمكانية الوصول إلى التدابير القانونية، وهي تركيبة أساسية من هذه العملية، وسرنا بأن نرى تركيا والاتحاد الأوروبي يضعون هذا الأمر على رأس أولوياتهم. الأوراق والمعلومات التي سربت وهذه معلومات شخصية، حيث هنالك ملايين من الأوراق، هل تظن الولايات المتحدة الأمريكية بأن التسريب هنا سيء؟ أنا لا أعرف ماذا كان هذا الأمر إيجابيا، ولكن من غير الواضح كيف نشرت هذه الوثائق، وهذا الأمر الآن خاضع للتحقيق، وبالتالي لا أستطيع أن أصدرات بيان حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بالشفافية ونصرة المتحدة الأمريكية للشفافية، وربما سبب نشر هذه الوثائق هو تسريب ولم يقصد نشر هذه من باب الشفافية. إذن أقول لكم بأنه لا أستطيع أن أقدم تصريحا لأن الأمور قيد التحقيق. إن سرقة الوثائق وإعطائها للصحفي هي مختلفة عن التصريح عن معلومات بشكل علني. هناك فرق كبير. أنت قلت بأن هذه معلومات شخصية لبيانات مالية لأشخاص نشرت بشكل بدون موافقة أصحاب هذا الشأن. لقد حاولت أن أجيب على السؤال قائلا أنه بغض النظر عن نشر هذه وصول هذه الوثائق إلى الإعلان أم لا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتمكين المهنيين المحترفين لفرض العقوبات ولإيقاف تمويل الإرهاب ولوضع حد أو على الأقل حد للتمويل الغير مشروع والتي تتضارب مع مصالح الأمن القومي الأمريكي. القمة النووية التي عقدت في واشنطن كان هنالك تعليق للرئيس حول
ترامب، ودائما ما دونالد ترامب ودائما ما تطرح هذه الأسئلة على الرئيس، وهل يخاف الرئيس من هذه الأسئلة ومن تكرارها، أم هل هو يحاول تقليل المساحة من أجل أو الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة؟ مجددا، إذا أصبح ترامب مرشحا فربما في فترة الصيف سوف تتاح للرئيس فرص عديدة للتحدث عن المقاربة التي يقدمها دونالد ترامب وأيضا المقاربة الحزب الديمقراطي، وعندما يأتي الأمر بشكل خاص إلى أسئلة متعلقة بالسياسة النووية يرحب الرئيس بهذه الفرصة بالموقف الغير حكيم لدونالد ترامب من أجل إظهار حكمة هذه الإدارة في هذا الملف وهذه المجال. فمن الجهود الدولية، جزء من الجهود الدولية منع انتشار المواد النووية، والرئيس قدم قضية محكمة في وصف لماذا هنالك مصلحة أمن قومي. فمنع أو إزالة المواد النووية من 17 أو أكثر من الدول في العالم، هذا يمنع أولا تحويل هذه المواد النووية إلى سلاح أو حتى أن تصل بطريقة أو بأخرى إلى الإرهابيين. إذن هنالك طرق متنوعة لطرح هذه الموضوع، ولكن الملاحظات الغير حكيمة الغير مستنيرة لدونالد ترامب تظهر وتوضح حكمة المنهج الرئيس أوباما. الرئيس قال في عدة مناسبات بأن مثل هذا الخطاب الذي ينشره بعض المرشحين بما فيهم دونالد ترامب هو يضر صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. هل تظن بأن الضرر قد حصل وانتهى؟ لا أظن بأن الصورة الأمريكية قد تضررت، فالضرر وما عبر عنه الناس فيما إذا كانت المتحدة الأمريكية سوف تبقى إلى جانب المبادئ التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت المؤسسين. فهل سيبتعد دونالد ترامب أو بعض المرشحين الآخرين عن هذه القيم؟ هذا حقيقة مربك لحلفائنا، وفي موضوع مهم جدا مثل الناتو أو حلفاء حليفنا الناتي أو الموضوع النووي، يجب علينا أن نضمن بأننا قياديون ولدينا قادة في الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في دعم القيم وأنها ستكون مناصرة لهذه القيم، وهذا مهم جدا لأمننا القومي، وعلينا أن نرتقي إلى قيم المواطنة التي تبنتها هذه البلاد، وعلينا أيضا أن نضمن علاقات وطيدة مع أهم حلفائنا في العالم. الرئيس التقى مع مجموعة قادة في القمة، هل يظن أو يجد نفسه بأنه بحاجة إلى إعادة الطمأنينة أو للتحدث عن هذه القضايا التي تم نشرها في الحملات الانتخابية؟ أظن أن الرئيس قد أجيب على هذه الأمور ربما بشكل خاص وليس بشكل علني، وقد عبر عن مباعث قلقه حول كيف يقوم مرشحين جمهوريين للتنافس مع شهرة دونالد ترامب. والرئيس واثق جدا في التزام الشعب الأمريكي بالقيم الأمريكية والمبادئ الأمريكية، وأحد الأدلة التي نستطيع أن نستنير بها ونستشير بها بأن المرشحين الديمقراطيين قد دعموا هذه القيم في وبشكل متسق في حملتهم ولم يتخلوا عنها وحتى في بعض الأوقاف أو الأوضاع السياسية الصعبة. هذا يعطي الرئيس والشعب الأمريكي وحلفائنا ثقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية والتزامها بالحقوق الإنسانية الأساسية وتهريب الأسلحة النووية وشراكتنا مع الناتو لا يمكن التخلي عنها بغض النظر وبالرغم مما نسمعه من مرشحي الحزب الجمهوري.
لقد قيل بأن هنالك مبعث قلق للحلفاء، فهل أجرى الرئيس محادثات مع القادة حول هذا الموضوع؟ نعم، أظن بأنها قام بهذا الأمر، ولكن المحادثات التي قام بها في العلن لا تختلف بكثير عن تلك التي قام بها بشكل خاص مع الرؤساء. لماذا وكيف السنغال لديها محتجزين؟ هذه المرة الأولى التي توافق فيها السنغال على استقبال هذين المعتقلين المحتجزين وليتم ترحيلهما إلى السنغال. الإدارة قامت بذلك، ووزارة الخارجية هي من تتولى عملية التفاوض بشأن الاتفاقات السياسية لقبول واستقبال هؤلاء الأشخاص، وكذلك الاتفاق على مجموعة من المتطلبات والشروط الأمنية التي تمنع هؤلاء من تشكيل أي تهديد للأمن القومي. ووزير الدفاع مسؤول عن التحقق من أن هذه المتطلبات والشروط كافية لتقليل المخاطر التي يمكن أن تشكل ضد الولايات المتحدة. رأي الاتحاد الأفريقي بشأن ليست لدي إجابة عن هذا السؤال، ويمكن التحقق من وزارة الخارجية بهذا الخصوص. جوليا، هل تعلق على السياسة الخاصة بهؤلاء الذين لديهم سجلات جرمية؟ الفكرة هنا وهذه السياسة التي تحدث عنها الرئيس كاسترو، الوكالة تريد أن تتأكد أو أن يتم اتخاذ خطوات من شأنها التأكد من أن من يحملون السجلات الجرمية أو ذوي السجلات الجرمية لا يحرمون من المسك. والأمر هو التوضيح لكافة الجهات التي توفر المساكن بأن الحظر التام ضد هؤلاء ذوي الأسبقيات والسجلات الجرمية هو يعد انتهاكا لحقوقهم، وهذا يهدف إلى عدم التمييز في قطاع الإسكان، وهذا أمر جعله الرئيس أوباما من أولوياته، لكنه أيضا يتسق مع أولويات الوزير كاسترو وخليفة وسابقه أيضا. والمسألة تتعلق بفهم لماذا منع التمييز في هذا القطاع يمكن أن يكون له تداعيات وتأثيرات ملحوظة على المجتمع بشكل عام. إلى أي مدى تعتقد أن هذه شكلت مشكلة فيما يتعلق بهؤلاء المجرمين المتكررين أو ذوي الأسبقيات؟ القلق يتمثل في أنه أن الطلب العام لحظر ومنع هؤلاء ذوي الأسبقيات الجرمية غير متناسب مع بعض الجرائم والجنح التي يرتكبونها، وهذا ربما يؤدي إلى بعض التمييز، وهذا قد يكون له تداعيات مجتمعية أوسع. الأمر الثاني هو أن هذه الإدارة تأخذ بالاعتبار هؤلاء الذين قضوا مدة حبسهم، و هو جزء من الإصلاحات التي يجب أن تطال النظام القضائي، وإعطاء الناس فرصة خصوصا هؤلاء الذين نظفوا سجلاتهم إذا صح التعبير، هو يعد أولوية ليس فقط للإدارة بل للبلاد بأسرها. وهذا أمر يتعلق بما تحدث عنه رئيس مجلس النواب رايان الأسبوع الماضي، وكيف أن قيمه تعكس مدى أهمية إعطاء هؤلاء الناس فرصة أخرى في الحياة. وهنالك مجموعة من العوائق والعراقيل التي يواجهها هؤلاء الذين يريدون أن يندمجوا وينخرطوا في المجتمع بعد قضاء مدة حبسهم، من حيث العمل عن فرصة البحث عن فرصة عمل أو الحصول على دعم. فمسألة أن نضع العراقيل في أوجههم أو في طريقهم أثناء سعيهم للحصول على منزل وسكن لائق، هذا ربما يقوض المفاهيم الأساسية ويمنع هؤلاء من إعادة بناء حياتهم مرة أخرى. إذن هذه السياسة التي ينظرها والوزير كاسترو والتي تدعمها الإدارة بحماس.
هل هنالك فترة أخرى أثناء إدارة الرئيس نظرت فيها إجراءات ضد مسؤولين حكوميين؟ أعتقد أنه هذا يتطلب منك التحقق من الهيئات والوكالات والأجهزة المختلفة. هذه أجهزة فردية تقوم بالرجوع إلى القوانين والسياسات المطبقة، وذلك لتحديد فيما إذا كان هنالك ينبغي توفير رد محدد. لا أعتقد أن هذا يخرج من الإجراءات المتبعة والقائمة، لكن هذا يتطلب منك التواصل مع هذه الهيئات والوكالات والأجهزة المختلفة للتحقق من السياسات المتبعة لديها. ماذا بشأن زيارة الرئيس يوم الثلاثاء وحديثنا يتعلق بالمحكمة العليا؟ لماذا اختار زيارة شيكاغو تحديدا؟ لماذا شيكاغو؟ كما تعرفون أن الرئيس درس مادة القانون الدستوري في جامعة شيكاغو، وهنالك حديث بشأن المسؤولية الدستورية، وحديث عن هذا الأمر ربما مناسبا، وهذه فرصة للرئيس لمناقشة دوره وأهمية مشاركته في شغر المنصب الشاغر أو شغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا و ترشيح القاضي غارلاند لهذا المنصب المهم. وأنا على يقين بأن الرئيس يكرر ما ذكره مرات عدة بأن مجلس الشيوخ يجب أن يضع الاعتبارات الحزبية ويركز على المسؤوليات الدستورية أو المسؤوليات التي ينص عليها الدستور. قال الرئيس بأن على بعض أعضاء المجلس الشيوخ أن يقوموا بمهامهم على النحو المناط بهم، وهذه الحجة طرحت سابقا، لكن هذا يبين مدى وأن الرئيس درس مادة القانون الدستوري. هذا يؤكد على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع على هذا النحو. لا أدري تحديدا إن كان سيذكر أي أعضاء لمجلس الشيوخ وربما بعض الأسماء، فهنالك عضوان لا يقومان بالمهام المناطة بهم على النحو الصحيح. الآن وهو يعود إلى ولايته وكان في سبرينغفيلد أولينويز قبل عدة أشهر، هل يشعر بالحنين؟ فهذه المرة الثانية التي يلقي فيها خطابا في ولايته، لذلك هل هذا له علاقة بعامه الأخير في البيت الأبيض؟ كلا الموقعين أعتقد أنهما كانا مناسبين لتحديد مدى نضال الرئيس للدفاع عن الأسس والمبادئ العليا حتى قبل أن يدخل البيت الأبيض. ففي سبرينغفيلد جل خطابه أمام المجلس النواب في ولاية إلينويز كرس جل خطابه عن أهمية هذا الموضوع بأن يعمل الجمهوريون والديمقراطيون معا، وهذا ما قام به مجلس النواب في ولاية إلينويز عندما كان أوباما عضوا فيه. وهنالك وهذا أمر له علاقة بزيارة أيضا الرئيس لجامعة شيكاغو. فالرئيس قبل أن ينتخب رئيسا كان يدرس الأسس الدستورية في جامعة شيكاغو، ومعظم هذه المبادئ الدستورية هي تخضع لنقاش عام بشأن إيفاء مجلس الشيوخ بمهامه والواجبات المناطة به فيما يتعلق بالالتزام بالأسس الدستورية والمتعلقة بإعطاء فرصة للمرشح الرئاسي لمنصب المحكمة العليا. ليس لدي معلومات جديدة خلا ما ذكره عن الموقف. لدينا قضية قوية بشأن
الحاجة إلى بعض التغييرات في الوقت الحالي. هناك الكثير من المستشارين الماليين الذين لا يضعون مصالح عملائهم في المقام الأول، ونتيجة لذلك رأينا عجزا بمقدار 17 مليار دولار من مخصصات التقاعد. والآن وقد جعل الرئيس هذا الأمر أولوية، فإنه يتعين تقنين الممارسات المثلى عبر هذه الصناعة برمتها، خصوصا فيما يتعلق بالنصائح الخاصة بالتقاعد. والخبر الجيد أنه بالنسبة لهؤلاء المستشارين القانونيين الذين يضعون مصلحة عملائهم بالدرجة الأولى، لا يتعين عليهم تغيير أي شيء، لكن هذه المعايير تركز فقط على هؤلاء المستشارين الماليين الذين كما ذكرنا لا يضعون مصلحة عملائهم في المرتبة الأولى، وهنالك ثغرات فيما يقومون به، وذلك الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذا أمر ينبغي التركيز عليه. رئيس مجلس النواب براين كان قلقا الأسبوع الماضي، ليس لدي أي معلومات جديدة لكنني سأطلعكم، سأبقيكم على اطلاع. هل كان لقبول السنغال لمحكومين كإشارة إنسانية؟ هذه ليست المرة الأولى التي وصفنا فيها عمليات النقل لهؤلاء السجناء باعتبارها ذات رمزية إنسانية. What are the challenges coming from, and what is U.S. doing to address that? Well, what I can tell you. ما يمكنني قوله في هذا الشأن هو أن تصريحات الرئيس كانت مدفوعة بالهواجس التي لدينا، والخاصة بعمليات تطوير الأسلحة النووية في جنوب غرب آسيا، وخصوصا التحديات الأمنية المرتبطة بتنامي المخزون النووي، وخصوصا الأسلحة النووية التكتيكية التي تستخدم في ساحات الحرب. وهذه جزء من المخاوف التي لدينا، لأنها يمكن أن تكون عرضة للسرقة من قبل جماعات إرهابية. وتمكن من الحصول على هذه الأسلحة الصغيرة، نحن نعرف أن عتبة استخدامها تقل، والمخاطر خصوصا في ظل الصراعات بين الباكستان والهند يمكن أن تتصاعد لتصل إلى مرحلة استخدام هذه الأسلحة النووية. ولهذا السبب عبرت هذه الإدارة بشكل مستمر عن هواجسها ومخاوفها بشأن هذه الأسلحة التكتيكية، وأملنا بأن تحسين العلاقات الثنائية بين الهند والباكستان من شأنه أن يعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المهم، والولايات المتحدة عبرت عن هذا الرأي لكلا الدولتين، بأنه ينبغي أن يكون هناك حوار مستمر بين هاتين الدولتين الجارين، وندعو الطرفين التحلي بضبط النفس لتخفيف التوتر من المنطقة. طبعا نحن الولايات المتحدة تستفيد من الشراكات بين الهند والباكستان، بين كل من الهند والباكستان، ونسعى إلى تعزيز هذه الفرص، وتخفيف التوتر بين الدولتين هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. وأوضحنا بأن البواعث القلق التي لدينا بشأن تطوير هذه الأسلحة التكتيكية النووية، هل ناقشتم ذلك مع الوفدين الباكستاني والهندي أثناء القمة الأسبوع الماضي؟ بشكل عام يمكن القول بأن هذه المواضيع عثرناها مع كلا الدولتين وبشكل مباشر، وليس لدي الكثير من المعلومات بشأن المناقشات التي تمت مع كل دولة على حدة، لكن هذه النظرة التي عبرنا عنها وأثرناها مع كل من باكستان والهند. هل تقول بأن تصريح الرئيس يتفهم الوضع الدفاعي الهندي، وخصوصا عندما يقول البعض بأن تهديد
الأهم هو يأتي من الصين. عمليات التحديث المنظومة النووية هو يأتي لأسباب دفاعية، والتهديد هو أساسه الصين بدرجة الأولى. أقول بأن الولايات المتحدة ملتزمة إزاء تعزيز العلاقات الهندية الأمريكية باعتبارها أحد حجر الأساس في القرن 21، وهذه توفر فرصة لتبادل الأفكار بشأن احتياجات الهند الأمنية ودور ذلك في تحقيق الاستقرار استراتيجيا في المنطقة. ونحن مدركون لخصوصية هذه المنطقة التي تقع فيها الهند، ونقدر حاجة الهند إلى اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها. لكن هدف قمة الأمن النووي، وكما عبرنا عنها، كان خلق عالم خال من الأسلحة النووية، وهذا أحد الأهداف بعيدة المدى التي وضعها الرئيس باعتبارها أحد الأولويات. والرئيس يؤمن ويعتقد بأن هذا أمر يمكن أن يتحقق بالتزامن وبالاتساق مع الاحتياجات الأمنية لدول العالم، وهذا ما تعبر عنه الدول الحليفة القريبة من الولايات المتحدة مثل الهند. ولكن تطور الأمور بهذا النحو من شأنه أن يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة وكذلك لدول المنطقة. شكرا لكم.